مستمع الفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج تربية وتعليم. أجمع المهتمون بالشأن التربوي بالمغرب على أن واقع المؤسسات التعليمية أصبح مقلقا، وواقع القيم والأخلاق فيها أصبح مقلقا كذلك، ويستدعي التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الحلقة برنامج تربية وتعليم ستكون حول إشكالية القيم في الوسط المدرسي، ومعنا مشكورين الأستاذ محمد مرموش فاعل جمعوي إطار تربوي بالمديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية بمكناس، والأستاذ حميد المدن إطار وزارة التربية الوطنية منشط ومكون تربوي بأكاديمية سوس ماسا مديرية طاطا. مرحبا بكم جميعا. في البداية سي محمد مرموش، نتحدث عن القيم. أولا حد مفهوم القيم. إذن شكرا لكم سي الحاج الحبيب سليماني، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، كل الشكر للطاقم الإذاعي والصحفي لإذاعة طنجة على هذه الاستضافة. بطبيعة الحال موضوع القيم أصبح من بين الأسئلة والتحديات التي تواجه منظومة التربية والتكوين وتسائل المؤسسة المغربية باعتبار دورها المركزي، على اعتبار على أن القيم تساهم بشكل كبير في تنشئة الناشئة الصاعدة وتصل بنا إلى بناء الجيل الحاضر وجيل المستقبل. على اعتبار أن القيم على مر العصور كانت تعتبر بمثابة ذلك الإطار المرجعي الذي يحكم سلوكات الأفراد، كيخليهم يعرفوا الأشياء الإيجابية والأشياء الغير الإيجابية. وبالتالي طرحكم أستاذي لهذا الموضوع هو من بين المواضيع المهمة التي تحاول أن توجه وأن تجيب عن مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المجتمع وتطرحها المدرسة المغربية، على اعتبار على أن النسق القيمي هو مكون أساسي للبناء الثقافي داخل المجتمع. نعم. طيب أستاذ حميد المدن، إذا بغينا نعرفوا مظاهر تدني القيم داخل الوسط التربوي. في البداية تحية عالية وشكر للسي حميد سليماني على الدعوة الكريمة ولكل مستمعي إذاعة طنجة. كما قال السي محمد مرموش، يعني من خلال مفهوم القيم يعني ممكن أن نستخلص أنه هناك تراجع، يعني تراجع ملموس للقيم بالوسط المدرسي عامة وتخارج الوسط المدرسي. إحنا نبقوا في موضوع البرنامج، تمظهرات كتبان لنا غير من خلال الإحصائيات سواء اللي كتقدمها يعني مؤسسات خارجية أو اللي كتقدمها وزارة التربية الوطنية من خلال المراصد اللي تم إنشائها، يعني مع البرنامج الاستعجالي تم إنشاء مجموعة هذه المراصد، مراصد العنف بالوسط المدرسي، تمظهرات العنف بالوسط المدرسي تعكس هذه المرجعية ديال تراجع القيم. يعني الأعداد اللي كتقدم، هناك تفاوتات طبعا بين 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 المديريات عامة، ولكن لأساسه هو أنه رغم أنه بعض المديريات كيظهر فيها بأنه هناك تدني لمظاهر العنف وتراجع القيم، ولكن هذا لا يعني بأنه احنا يراه هناك صور إيجابية، بالعكس خاص يكون عندنا صفر في المئة ديال مظاهر أو ديال يعني العنف بالوسط المدرسي. طيب أستاذ سي محمد مرموش، إلا بغينا نحطوا على يعني كيفاش يمكننا نعرفوا بأن عندنا داخل يعني المؤسسة التربوية يعني يعني القيم منعدمة، يمكن نقولوا يعني نحتاج نعرفوا كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هذا التلاميذ، أو يمكن نقول بصيغة أخرى مظاهر تدني القيم داخل الوسط التربوي، كيف تتجلى هذه القيم المتدنية في الوسط التربوي؟ نعم سي الحبيب، هو ربما قبل أن نصل إلى بعض المظاهر هو لابد أن نعرف على أن مفهوم القيم هي تلك القواعد والمثل التي يؤمن بها أفراد مجتمع معين ويتخذونها ميزانا للحكم على أعمالهم. بالتالي احنا كنكونوا متفقين على مجموعة من القيم التي عندنا جميعا داخل المجتمع. لو خذينا مثلا المجتمع المغربي، هي قيم مشتركة. هذه القيم المشتركة تعتبر بالنسبة لنا كأفراد داخل المجتمع بمثابة الإطار المرجعي الذي يشمل الاتجاهات وكيشمل شيء آخر ومتعلق بالمعتقدات، بالإضافة إلى القناعات بالبنية المعرفية للفرد التي توجه السلوك ديالنا إلى وجهة معينة. إذن هذه القيم التي نحن متفق حولها بفعل مجموعة من التأثيرات، وخصوصا ما يتعلق
بالعولمة ما يتعلق بالاختراق الثقافي الذي أصاب المجتمع، وقع نوع من تدويب للقيم التي كنا متفق حولها. نعم وبطبيعة الحال هذه القيم التي كان هناك اتفاق حولها وقع لها نوع من التغيير نعم نظرا للتأثيرات الإعلامية، ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت بشكل كبير في تدني القيم داخل المجتمع. أيضا هذا المتعلم لم يعد ذلك المتعلم الذي كان في فترة زمنية، وبالتالي دخلت هناك مجموعة من المؤثرات الخارجية التي أثرت على القيم داخل المجتمع. وعلى نعم اعتبار على أن المدرسة هي عنصر موازي رفقة الأسرة في التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المؤسسات أو داخل المجتمع، كنوجد على أن المدرسة هي أيضا تأثرت كما تأثرت الأسرة على المستوى القيمي. لماذا؟ نعم لأن الأسرة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك المدرسة. لكن هنا ربما السي الحبيب فيما يتعلق بتدني أو تمظهرات تدني القيم، ربما تصور الكثير من الناس كيتصوروا بأن هذه المدرسة التي نتحدث عنها ما هي إلا غرف بها نعم فصول تلقى فيها مجموعة من الواجبات والمناهج، لكن الأمر هو أكبر من ذلك. لماذا؟ لأنه المدرسة نقدر نقول هي عبارة عن مجتمع صغير له نظام اجتماعي يشترك فيه الكبار اللي هم الممثلين ديال الهيئة التربوية، أي المدرسين والأطر الإدارية والتربوية، وكذلك التلاميذ. وتنشأ داخل هذا الفضاء أو هذا النظام كاين واحد مجموعة من العلاقات التي تؤثر في صياغة الفكر وثقافة الفرد. إذا ملي عرفنا بأن المؤسسة تلعب هذا الدور الأساسي في التأثير وبناء وصياغة ثقافة الأفراد، هنا نقول أين هو الجانب القيمي. نعم الجانب القيمي لو عدنا إلى الأطر المرجعية المؤطرة في المؤسسة المغربية، نجد على أن هناك إطار مرجعي تحدث في بدايتي على ما يسمى بالتربية على القيم، وهو الوثيقة ديال نعم الميثاق الوطني للتربية والتكوين. نعم ثم فصل هذا الأمر الكتاب الأبيض نعم الذي حدد على أن أهم مدخل هو مدخل التربية على القيم، وركز على 4 قيم اللي هي قيمة أو قيم العقيدة الإسلامية، قيم الهوية الحضارية والمبادئ ديال الأخلاقية والثقافية، ثم قيم المواطنة، ثم قيم حقوق الإنسان. هذا ما تم تسطيره. لكن حينما نعود إلى سؤالكم وإلى الواقع، نجد نعم بعض التمظهرات على أن هناك تدني للقيم التي تظهر مثلا في طريقة حلاقة الشعر، وهذا تأثر بوسائل الإعلام، تأثر بالممثلين، تأثر باللاعبين. تظهر على مستوى العنف، أشكال العنف سواء العنف الذي يوجد ما بين التلاميذ أو العنف الموجه ضد الأستاذ. تظهر نعم في عمليات الغش، وبطبيعة الحال هذه كلها بعض المظاهر لقضية ما يسمى بتدني القيم التي نصبوا إليها كمنظومة تعليمية. نعم طيب استاذ حميد، اشار السي محمد الى بعض يعني الاطر المرجعيه منها النصوص المؤطره للمنظومه التربويه بالمغرب، ابتداء من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، مرورا بالكتاب الابيض والرؤيه الاستراتيجيه 2015 2030، انتهاء بقانون الاطار 1751. الى اي حد هذه الاطر المرجعيه تساهم في يعني تثبيت القيم داخل المنظومه التربويه؟ عطفا على ما قال السي محمد المرموش، طبعا هاد مختلف مظاهر الاصلاح اللي راهنوا عليها المسؤولين، يعني كما قلت انطلاقا من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، الكتاب الابيض، المخطط الاستراتيجي، الرؤيه الاستراتيجيه، القانون الاطار يعني ب 18 مشروع اللي فيه، نعم كلها راهنات على انها تبنى هاد يعني منظومه القيم من خلال تسهيل التلاميذ على انهم من خلال المستويات العلميه والمعرفيه والقيميه والسلوكيه. ولكن اللي كيبقى انه واحد الخيط نابض بين هذا بين هذا بين هذا بين هذا المظاهر الاصلاح هو مدى التنزيل ديالها في المؤسسه المغربيه، نعم ومدى انعكاس هذا الامر هذا على السلوكيات ديال التلاميذ خارج المؤسسه. كما قال السي محمد، الناس كيتصوروا على ان المؤسسه هي واحد المجتمع مغلق اللي فيه وكاين اللي كيتبنى بانها على شكل دكاكين ماشي تا اقسام اللي كتنتج لنا المعرفة. المؤسسة هي مؤسسة للتنشئة الاجتماعية، التلاميذ فيها كيتلقوا المعرفة من أجل إنتاج هذه السلوكيات، السلوكيات اللي من خلالها كنقول بأن منظومة القيم هي منظومة ناجحة. نعم مظاهر الإصلاح كلها اللي جاءت
كان فيها واحد النوع من الفشل. علاش؟ لانه فقط كنا كنتجو المعرفه بينما كنتجو السلوكيات اللي هي السلوكيات يعني الايجابيه. برامج هي متعدده تلقاها بالوسط المدرسي، نعم. ولكن دائما كما قلت فالانتاج ديال المعرفه كاين، ولكن انتاج السلوكيات الايجابيه ما كاينش. نعم. صوره اخرى اللي ممكن اننا نلاحظها هو انه تمظهرات ديال القيم، يعني حتى اذا كان هذا البرنامج مثلا يعني هو واحد صوره ايجابيه يعني في المنظومه الاعلاميه اللي باش كيعطينا الفرصه للحديث على منظومه القيم واشكال اخرى، فالاعلام عامه كذلك ما يعني كيبقى واحد النوع ديال النقص باش نعم. انه كي يعني كيتواصل كيعطينا هاد التقاطع مع المؤسسه المغربيه والشارع كذلك. نعم. يعني اللي بغيت نقول بانه انتاج منظومه القيم ماشي رهين غير المؤسسه بوحدها، فرهين المجتمع يعني ككل. نعم، يعني ان منظومه القيم لتثبيتها ضروره يعني مساهمه الجميع من المؤسسات التربويه، منها الشارع، جمعيه اباء وامهات التلاميذ، كذلك الفاعلين المدنيين الى جانب يعني كل يعني المتدخلين في المنظومه التربويه. طيب سي محمد مرموش، يعني إلا هضرنا على يعني القيم وقلنا الغش، العنف، الكلام النابي، التحرش، من يتحمل مسؤوليات ما آلت إليه المدرسة على مستوى القيم؟ إذن هنا وكأننا سؤال نبحث عن ذلك الجاني الذي سيتحمل المسؤولية في هذا الأمر. أم ربما يكون مسؤولية مشتركة؟ صح، إذا ربما نحمل المسؤولية للجميع. بداية نبدأ بأن تحمل المسؤولية لما وقعنا له، ربما نطلق هذا المصطلح وكأن المدرسة المغربية تعاني أزمة قيم، أزمة قيم داخل المدرسة المغربية، وهذه الأزمة هي أزمة بنيوية، بمعنى ليس أزمة وردت على السطح ولكن بنيوية. فرغم مركزية القيم في المنظومة التربوية والدور الريادي الذي تلعبه، مثلا لو أننا تصبحنا مجموعة من المقررات، المناهج التربوية، المقررات الدراسية، مثلا حتى المواد التي هي مواد حاملة للقيم كمواد التربية الإسلامية أو مادة اللغة العربية أو غيرها من المواد، نجد كما قال ذكر السي حميد على أنه ما كاينش واحد الخيط النابض ما بين ما يدرس في الكتب المدرسية وفي الواقع. من يتحمل المسؤولية؟ الجواب على هذا السؤال ربما نعود نسبيا إلى أن الإعلام أثر بشكل كبير على المحضر الأساسي الذي يؤسس لنا ويغرس القيم، قيم الثقافة العامة داخل المجتمع وهي الأسرة. إذا الأسرة هنا بداية تتحمل جزءا كبيرا، ما نقولوش بأنك تحمل المسؤولية وأنها لم تقم بواجبها، ولكن نظرا للتغيرات التي وقعت للمجتمع بفعل التحولات الإعلامية، بفعل تغير القيم، لأن ما بقتش عندنا قيم شخصية، قيم خاصة، وإنما أصبحنا نرى قيم كونية. كونية، بمعنى القيم ما بقاش عندنا قيم خاصة للمغاربة، ولكن بفعل الدخول إلى العالم الأزرق مثل الفيسبوك ولا غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لدينا مجموعة من القيم. إذا هنا نقول بأن الأسرة تلعب دورا أساسيا في ضرورة أن تعيد تأسيس القيم الاجتماعية أو القيم الأساسية المتفق حولها. ثم أيضا لابد أن نحمل المسؤولية للمدرسة بكل من يتدخل فيها، كما ذكرتم أستاذي الحبيب، كل من يتدخل فيها بدءا بالمدرسين، بدءا بالكتب، بدءا وصولا إلى المناهج التربوية، الجمعيات، الأحزاب، كل من يمكن أن يساهم في تأسيس للقيم إيجابية هو يتحمل المسؤولية. هنا ربما نقدر نتحدث أستاذي الحبيب على المدرس. على المدرس، لماذا؟ لأن المدرس هناك واحد القرب مباشر بينه وبين هذا المتعلم، لأنه كيلعب واحد الدور أساسي في تنمية القيم السلوكية. نعم. لأن احنا مثلا من كان نراقب التلميذ باش ما يديرش شي سلوك ليس في حد ذاته، وإنما لتقويم سلوك هذا المتعلم لكي يكون مواطنا صالحا داخل المجتمع، صالحا لنفسه ومصلحا أول لمجتمع ومصلحا حتى للمجتمع الذي يدور فيه. بطبيعة الحال هنا ربما نتحدث على المدرسة كتحمل واحد الجزء في حالة أنه سيكون نوع من التعديل ونوع من التجديد. ننتقل للمسؤولية الأخرى، ناقشنا الأسرة ثم بعد ذلك المدرسة. في المدرسة نقدروا نتحدثوا حتى عن الكتاب المدرسي. نعم. الكتاب المدرسي نقدروا نحمله جزء من المسؤولية، على اعتبار على أن الكتاب المدرسي هو أداة مهمة في تحقيق هذه الغاية، لأن ربما يكون
المنظومة اللي فيها المناهج جيدة وفيها الأستاذ وفيها تلاميذ الذين يريدون أن يحصلوا على قيم فعالة داخل المجتمع، لكن خصنا الكتاب المدرسي يكون كيتماشى مع هاد الغاية أو هاد الأهداف التي نريد أن نحققها، لأن ما يمكنش نقول بأن الكتاب المدرسي هو مجرد مجموعة من الأوراق المطبوعة، لكن هو أداة وظيفية نعم تعمل على تنمية الشخص، لأنه حتى من كنرجعوا للحبيب الكتب كنلقاو بأن الكتاب هو كتاب التلميذ. إذا نعم هذا الكتاب التلميذ خصو بداية أن يحقق له مجموعة من الحاجيات التي يحتاجها هذا المتعلم. إذا هنا نقدر نقول مثلا أن من يتحمل المسؤولية هو كل المتدخلين في المنظومة ديال التربية والتكوين، الذي ينبغي أن تتضافر جهودهم من أجل أن نؤسس لقيم مشتركة، قيم متفق حولها وقيم منبوذة بطبيعة الحال، وهنا نقدر نتحدث على أشياء أخرى فيما بعد. نعم. طيب سي حميد المدن، السي محمد مرموش أكد على الدور المركزي للمدرسة في تثبيت القيم، وحيث كنقولوا الدور يعني المدرسة كنقولوا المدرس، هل هذا المدرس الذي يعول عليه في يعني ترسيخ قيم داخل الوسط التربوي يعني مددناه أو يعني قمنا بتكوينه لهذه الغاية؟ هو التكوين في الحقيقة كيبقى تكوين ذاتي، يعني المدرس ملي كيشتغل على نفسه، ملي كنشوفوا الآن منظومة التكوين يعني بالمقارنة مع منظومة القيم، يعني منظومة التكوين اللي كيتلقاوها الأساتذة داخل مراكز التكوين يعني كتغيب فيها هذه الأمور هذه. الأساتذة كيتلقاو تكوينات بيداغوجية يعني ديداكتيك المواد، ولكن ما كيناش تمظهرات يعني في التكوين اللي كتعطينا واحد الاستاذ يعني اللي ممكن انه يشتغل على منظومه قيم داخل المؤسسه المغربيه. يعني نعطي مثال بانه مثلا اذا رجعنا مثلا نرجع بعض المؤشرات الاخرى ديال تدني القيم، يعني كاين هناك مثلا تمظهرات يعني الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كيعيشوها التلاميذ، يعني هذه التفاوتات كتخلق لنا يعني واحد 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 التمظهرات ديال العنف، لانه التلميذ كيحس براسه بانه مختلف عن الاخر. هنا يخص الدور ديال الاستاذ اللي ممكن انه يشتغل على هذه النقاط هذه من خلال الاستماع. الاساتذه ما كتبقاوش تكوينات في هذا الجانب هذا، يعني دائما كنقول الاستاذ كينحصر التكوين اللي كيتلقاه فقط في التدريس وفي البيداغوجيا، ولكن واش كاين اشياء اخرى موازيه؟ ما كايناش. يعني حتى مثلا غير خدينا في الجانب التنشيطي البيداغوجي، ما كيتلقاش الاستاذ داخل 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 يعني داخل مؤسسه التكوين. نعم. وهذا الشيء هو اللي ينبغي الاشتغال عليه. يعني كنسقط على هذا السؤال هذا بانه الاساتذه خاص الوزاره تقوم يعني بادخال تكوينات خاصه بالتنشيط البيداغوجي، خاصه بالاستماع والوساطه، لانه بامكانها على انه تعطينا هذاك التلميذ اللي احنا كنقلبوا عليه. لأن ربما حتى وين وجدت هذه يعني التكوينات تكون يعني موسمية وقليلة جدا، وبغينا من الأستاذ يعطينا يعني واحد تلميذ يتميز بقيم عالية، يعني ربما يكون نقول أنا من فراغ. إذا هذا هو نعم ماشي قليلة، ولكن هي ما كايناش أصلا. يعني نعم راه كما قلت هي كتبناها جمعيات، يعني جمعية المجتمع المدني هي اللي كتبنا هذه الأمور هذه. كاين هناك بعض يعني في بعض المديريات اللي من خلال يعني شراكات مع منظمه اليونيسف وبعض المنظمات الاخرى اللي حاولت على انها تشتغل على هذه الجوانب هذه، ولكن ملي كنلقاو انه مثلا بين 1000 استاذ يتم مثلا كنحاصر التكوين، ولا كنحاصر فقط 30 استاذ او 20 استاذ، يعني ما غاكونش عندنا مؤشرات اللي ممكن نقيسوا عليها واش حنايا فعلا غادي ننجحوا ولا ما غاديش ننجحوا. نعم. انا كنقول بانه إذا بغينا باش انه نعطي واحد الانطلاقه خاصها تكون داخل التكوين، يعني دي موديول اللي تلقاهم الاساتذه من خلال التكوينات ديال التكوين ديالو، باش ديك الساعه حتى ملي كنخرجوا للواقع كيكون الاستاذ انه محصن. يعني انه حتى ملي كنقولوا عندنا مظاهر ديال العنف مثلا في مؤسسه معينه، كنقولوا الاستاذ تلقى التكوين خصو يشتغل على هذا الجانب هذا. مادام كيغيب عنده التكوين فيعني ما غاديش نلوموا الاساتذه علاش مثلا ما كيشتغلش على الجوانب، لانه لا في الاول ما كاينش تكوين في هذا الجانب. نعم، وهذا كيجرنا استاذ محمد مرموش للحديث عن دور جمعيات امهات واباء اولياء التلاميذ في هذا الاطار ديال التكوين، لان باش يعني نطور شي شويه ديال العمل ديال جمعيات الاباء.
صح السي الحبيب، فيما ذكرتم كما ذكرت السي حميد، هو ان المتدخل في هذه المنظومه ينبغي ان يعرف كل واحد منهم ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه من اجل ان نحقق هذه الغايه الكبرى اللي هي كنطمح لها كامله، واننا بغينا واحد المؤسسه مغربيه نموذجيه التي يتم من خلالها غرس قيم ايجابيه داخل المجتمع وداخل الافراد. نعم وثاني شيء هو انه هؤلاء المتدخلين لو خدينا جمعيات الاباء، طبيعه الحال هنا نقدروا نتحدثوا على انه واحد الدراسه مثلا او واحد النظره استباقيه فيما يتعلق هذا الموضوع، ان جمعيات الاباء هي بدايه ينبغي ان تحصل على تكوينات. علاش؟ لانهم باش نعرفوا شنو هو الدور الاساسي الذي يمكن ان تلعبه دور جمعيه الاباء. جمعيه الاباء راه ماشي مكتفيه فقط بانها غير كتجمع المساهمات ديال المتعلمين، مثلا تحدثنا على المؤسسات العموميه، نعم مساهمات المتعلمين وكتشارك بواحد طريقه محتشمه. هنا ملي كنهضروا على المجتمع المدني كيعطيها مجموعه من الصلاحيات اللي غتقدر تفيد بها كمؤسسه، خصوصا كما ذكر السي حميد فيما يتعلق مثلا بمساعده الاستاذ ومساعده المدرسه في تاهيل وتنشئه هذا المتعلم، لان هذا المتعلم ماشي احنا كاساتذه او المنظومه التعليميه اللي كتحمل المسؤوليه لوحدها. الاسره اذا ممثله في جمعيه الاباء من خلال شراكات، من خلال انشطه، من خلال تشجيع اولئك المتفوقين. وهنا نقدروا نهضروا على حتى جمعيه الاباء تقدر تمشي بواحد النقطه او تمشي لواحد الحد اكبر، الا وهو الانخراط الفعال داخل المدرسه. نعم حينما يكون حضور فعال للجمعيه، جمعيه الاباء واولياء التلاميذ، راه غتعطينا واحد النتائج جميله جدا، على اعتبار على انه مثلا الان جمعيه الاباء من كنمشيو نبحثوا في مختلف، نقول واحد نسب معين، مختلف المؤسسات كنوجدوا حتى ان الاباء راه ما كيعرفوش القيمه ديال هذه جمعيه الاباء. نعم سواء على مستوى الانخراط، كتلقاه مهم كيقولوا له راه خصك تجيب واحد المساهمه كيجيبها، ولكن على مستوى ما الدور الذي تلعبه جمعيه الاباء، الاباء ما عارفينهمش. وبالتالي فوقاش كنلوحوا المسؤوليه على ذاك المكتب المسير للجمعيه الذي نطلب منه ان يكون هناك نوع من التفاعل ونوع من التواصل، وهذا امر صعب. لماذا؟ لان خصنا جميع الاباء اللي هما الابناء ديالهم كيدرسوا في المؤسسه يتحملوا هذا الهم، اذا هي ماشي مسؤوليه ولكن هم تربيه هذا النشء. لماذا؟ لانه ليست الغايه هو ان ادرس ابني الان ومن بعد، ولكن الغايه هو ان اساهم رفقه المؤسسه، رفقه مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، في تنشئه جيل صالح ومصلح. لماذا؟ لان الاباء ديال اليوم راه غيوليو هما الاجداد، وبالتالي هاد الابناء اللي كنشتغلوا عليهم الان مثلا سيصبحون فيما بعد ان شاء الله هم رجال المستقبل. اذا لو انه لم تتدخل هذه المؤسسات الاخرى بما فيها جمعيه الاباء وتلعب الدور ديالها، وهنا ما نقدروش نحصروا مثلا الحوار حول جمعيه الاباء فقط، نقدروا نفتحوا المجال حتى بالنسبه للجمعيات، نعم جمعيات المجتمع المدني المهتمه بالتربيه، والتي ستساهم بشكل كبير لا محاله في خدمه وتحقيق هذه الغايه المنشوده، الا وهي نشر القيم الايجابيه داخل المؤسسه المغربيه. نعم إذا سمحتوا الساده الاساتذه نديروا وقفه ومن بعد نوصلوا الحوار ديالنا. تربية وتعليم. نجد بكم ترحاب مستمعينا الكرام في هذه الحلقة برنامج التربية والتعليم والتي نخصصها للقيم التربوية داخل المؤسسات التعليمية، ومع المشكورين السادة الأساتذة الأستاذ محمد مرموش إطار تربوي فاعل جمعوي بالمديرية لإقليم وزارة التربية الوطنية بمكناس، والأستاذ حميد المدن مكون تربوي إطار بمديرية طاطا. طيب أستاذ حميد، إذا بغينا نهضروا على يعني دور الحياة المدرسية في مجال ترسيخ القيم في المنظومة التربوية. يعني الحياة المدرسية هي ممكن نعتبرها واحد المؤسسة أخرى داخل المؤسسة التعليمية، لأنه من خلال الأندية التربوية كيبان لنا بأنه بإمكاننا نشتغلوا يعني بالفعل على منظومة القيم وأن نطورها. نعطي أمثلة اللي هي ملموسة وأمثلة حية. نعطي مثال واحد المؤسسه تعليميه اللي طبعا يعني كل شيء يعني كل جميع يعني المنخرطين فيها من اساتذه، اداره تربويه، جمعيه اباء ومجتمع مدني، باش انهم غيروا هذيك الصوره
الصوره اللي كانت على هذه المؤسسه. انا كنظر على مؤسسه نعم مغربيه في سوس مثلا. طبعا كانت هذه المؤسسه معروفه في الوسط اللي كاينه فيه بانها مؤسسه اللي فيها عنف، يعني مظاهر ديال العنف يعني واضحه. وطبعا التكاتف ديال جميع المتدخلين، تم خلق انديه تربويه اللي ساهمت بانها تغير هذه الصوره. يعني كانت ذات ابواب مفتوحه، وتم الاشتغال على التلاميذ اللي هما كيكرسوا هذه مظاهر العنف، نعم وتعطاتهم يعني مجموعه ديال 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 الصلاحيات انهم يوضعوا برامج ديال الحياه المدرسيه وديال الانديه التربويه. والابواب المفتوحه هما اللي كانوا مسؤولين عليها باش انهم يتواصلوا مع الزوار اللي غادي يجوا للمؤسسه. ويعني انه غير التلميذ اللي كان كيشوف راسه بانه من هو داخل الوسط المدرسي كيحضر في الاجتماعات مع السلطه نعم المحليه، مع الاساتذه، مع الاداره التربويه، وكتعطاه الكلمه على انه يعبر على ذاته ويعبر على راسه. يعني حاولوا ان تكوين السلوكات من خلال الاشراك. نعم وهنايا يعني كيبان انه هذا الدور كثير ديال الحياه المدرسيه باش اننا نغيروا السلوكيات ديال التلاميذ داخل المؤسسه التعليميه. نعم. الانديه التربويه عامه من خلال المسرح، من خلال الموسيقى، من خلال الخطابه، من خلال يعني تحدي القراءه، وهذه البرامج كلها اللي كاينه في الوسط المدرسي كلها بامكان ان تغير لنا هذه السلوكيات اللي يتم الاشتغال عليها بصفه. نعم. من خلال من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر جميع الاساتذه، جميع المنسقين ديال الحياه المدرسيه بالمؤسسه التعليميه اللي كيقوموا بالادوار ديالهم يعني كما يجب. يعني طبعا هنا راه في تضحيه، لان الاستاذ من خارج التقويم الزمني ديال اللي كيمارسوا في المؤسسه، يعني انه كيعطي من عنده، كيعطي من وقته على حسابه باش انه يحاول يعطينا واحد التلميذ يعني بمقومات ايجابيه. نعم. طيب السي محمد مرموش، هذا يجرنا كذلك للحديث عن اهميه اشراك التلاميذ يعني في اختيار البرامج والمناهج التربويه. صح السي حبيب، ان هو ربما نقدر نتحدث على ان التلاميذ سيتم اشراكهم، ولكن سيتم اشراكهم من خلال مثلا برلمان الطفل، على ان هؤلاء الاطفال الذين تلقوا تكوينا اصبحت لهم القدره